أسامة. والآن مشاهدينا الأعزاء نرحب بضيفنا البروفيسور جورج بابا كونستانتينو، مدير معهد الجامعة الأوروبية، وزير المالية اليوناني السابق. أهلا وسهلا بك بروفيسور. نريد أو نود إيضاح كيف تنظرون إلى واقع العولمة اليوم، خصوصا في التجارة الدولية وحرية حركتها. First of all, many thanks for the invitation. شكرا على هذه الضيافة الكريمة. يسرني أن أشارك في القمة العالمية للحكومات وأن أكون في برنامجكم على قناة تلفزيون دبي. ما يجعل من هذه القمة ذات أهمية هو السياق الذي يتم عقدها فيه. نحن اليوم في اعتماد بيني أكثر فيما بين الدول من ذي قبل، ولدينا عدد أكبر من المشاكل و زيادة في حدة هذه المشاكل، إلا أننا نواجه هذا الانقسام في الاقتصاد العالمي والوضع الجيوسياسي العالمي. لدينا فك الارتباط بين زيادة الاعتماد والحاجة أكثر إلى حل المشاكل سويا، التغير المناخي أحدها، التحول الرقمي أيضا، إضافة إلى ازدياد عدم المساواة عالميا والتوترات والنزاعات الجيوسياسية. وفي نفس الوقت أيضا لدينا هذا الانقسام، حيث لدينا تنافس بين الكتل الجيوسياسية، مما يجعل من التعاون الدولي أمرا صعبا. في هذا السياق من المهم جدا لقمة مثل القمة العالمية للحكومات التي تجمع ليس فقط الحكومات من المناطق المختلفة، بل أيضا رجال الأعمال والشركات. الشركات لديها دور كبير تؤديه في هذا التحول، يأتون بالمجتمع المدني ويبنون هذا الحوار الذي يساعد على إيجاد الحلول. يمكن أن نجد الحلول، ولكن من حيث الأساس نحن في مرحلة حيث أننا نواجه تحديات أكبر ومخاطر. نعم لدينا الفرص، إلا أن التحديات والمخاطر أكبر من ذي قبل. ذكرت العديد من أنواع المشاكل، لكن لابد لنا أن نتطرق إلى الحروب والنزاعات التي فرضت نفسها على مختلف القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالتجارة. برأيك إلى أي مدى هذه الحروب تساهم في تراجع التجارة وتقوم بزيادة فرض القيود عليها أيضا؟ في مهنتي السابقة كنت وزير المالية اليوناني السابق، وكخبير اقتصادي يمكن أن أقول المزيد من التجارة والاعتماد البيني سيحول المشاكل. كلما كان لدينا تجارة أقوى مع الدول الأخرى، كلما كانت علاقاتنا أقوى. ولكن اكتشفنا أن ليس هذا بالضرورة. يمكن أن يكون لدينا علاقات تجارية قوية واعتماد بيني، إلا أنه قد يكون لدينا نزاعات جيوسياسية كبيرة. هذا هو الوضع الذي نعيشه اليوم، على وجه الأخص مع مستوى الاحتكاكات في التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. هذه العلاقة التجارية المتوترة والتي قد استمرت حتى مع الإدارة الأمريكية الحالية، ليست فقط إدارة ترامب، بل هذه الإدارة الحالية استمرت بأن تكون متوترة، ونسجل توترات في سوق المال العالمي، والتي فعلا تفاقمت جراء العقوبات التي قد تم فرضها على روسيا بسبب الحرب. العقوبات كانت أساسية، ولكن في نفس الوقت لدينا ما نسميه بتسليح النظام الاقتصادي العالمي. هذا زاد التوترات في النظام، وعلينا إدارة هذه التوترات. خذوا على سبيل المثال، ما الذي سيحصل إذا ما تركنا هذه التوترات تنتشر إلى المناطق الأخرى وتتوسع؟ حاليا أغلبية الدول تجلس حول الطاولة وتتحدث عن التغير المناخي وتحاول أن تجد الحلول المشتركة، ولكن هذه التوترات التجارية أو توترات في الأسواق المالية إذا ما توسعت إلى مناطق ومجالات أخرى كالصحة والقطاع الرقمي والتعليم، سنواجه مشكلة. لابد إذن من أن نقوم بحماية ما سنسميه المصلحة العامة، نحميها من هذه التوترات في السياق التجاري والمالي.